زي ما اتفقنا ان ورشة العمل بتاعتي هو السين ويندو، فزي ما هنشوف كده في السين ويندو، ادي هو ده العالم ثلاثي الابعاد بتاعي اللي مستنيني اضيف جواه الجيم اوبجكتس عشان ابدا اكون اللعبه بتاعتي. طيب كلنا مش جديد علينا العالم ثنائي الابعاد، من اول ما كنا في الحضانه وبنمسك الورقه والقلم فكان العالم ثنائي الابعاد بيتمثل في الاكس اكسس وفي الواي اكسس. الاكس اكسس ده اللي بيعبر عن اليمين والشمال، والواي اكسس اللي بيعبر عن الارتفاعات فوق وتحت. طيب عشان انتقل من العالم ثنائي الابعاد الى العالم ثلاثي الابعاد، فاذا انا هنا هضيف محور جديد اسمه الزد اكسس. يبقى انا لو بتكلم على ادي الواي اكسس بتاع الارتفاع فوق وتحت، وادي الاكس اكسس الاحمر ده بيعبر لي عن اليمين وعن الشمال. لو بتكلم على الزد اكسس فهو ده البعد الثالث. فانت لو متخيل ان الشاشه اللي قدامك دي عباره عن واي اكسس واكس اكسس، لو انت عايز تتكلم وتمشي الحاجه لجوه الشاشه، يبقى اذا انا بزود العمق بتاع الشاشه ده، يبقى هو للامام وللخلف بيتمثل في الزد اكسس. يبقى هنا هو بيمثل لك اهو في الجيزمو ده، بيقول لك والله انا عندي هما دول الثلاث محاور الاساسيه اللي بيمثلوا العالم ثلاثي الابعاد. طبعا الكلام ده مش مستحب في الهوا كده، فتعالى نتكلم بعد ما نضيف جيم اوبجكت للعبه بتاعتنا. ولما نوصل لمرحله الجيم اوبجكت بقى، عايز ابقى في دماغي شيء اساسي جدا بالنسبه ليونيتي، الجيم اوبجكتس اللي بتضاف جوه اللعبه بتاعتي بتنقسم الى قسمين اساسيين، يا اما جيم اوبجكت انت بتضيفه من خلال البروجكت ويندو، يبقى هو ملف انت جايبه، مثلا شخص ثلاثي الابعاد انت عملته على برنامج تصميم ثلاثي الابعاد زي سوليد وورك مثلا او سوليد ايج، وعملت له اكسبورت من البرنامج ده وجيت عملت له امبورت جوه يونيتي. كويس قوي، وبتقدر تاخده من هنا تشده، يا اما بتشده على السين يا اما بتشده على الهيراركي. كلام جميل. ده اول نوع اللي بيتضاف من خلال البروجكت فايلز بتاعتي. تاني نوع جيم اوبجكتس بقى جاهزه، يونيتي مجهزها لك اهي، بتقدر تضيفها عن طريق كرييت من هنا، او عن طريق ان انت بتعمل رايت كليك وبتختار الجيم اوبجكت اللي انت عايز تضيفه، او عن طريق جيم اوبجكت من المنيو بار وبتقدر تضيفه من هنا. يبقى في ثلاث طرق لاضافه الجيم اوبجكت. طيب الجيم اوبجكت دي جوه زي ما اتكلمنا كده، احنا بنقول العناصر دي، انا بتكلم عن لعبه ثلاثيه الابعاد، فبيجي في دماغي على طول برامج التصميم ثلاثيه الابعاد، ان انا بعمل مثلا الحيطه بعملها على برنامج تصميم ثلاثي الابعاد، وبعدين باخدها بعمل لها اكسبورت من البرنامج ده وبعمل لها امبورت على المشروع بتاعي. طيب جه يونيتي قال لك طب انا هسهل عليك القصه دي وهعمل لك حاجه اسمها بريمتيف جيم اوبجكتس عشان تقلل استخدامك للبرامج ثلاثيه، برامج التصميم ثلاثي الابعاد. البريمتيف جيم اوبجكتس دي زي ما هنشوفها كده متمثله في ايه؟ متمثله في كيوب، في سفير، في كبسول، كل الحاجات اللي قدامك دي بنتكلم بنقول ان هي دي بريمتيف جيم اوبجكتس. يبقى لو جه سالك قال لك احنا عندنا الكبسول والسفير والسلندر، هل دول بريمتيف جيم اوبجكتس من يونيتي ولا لا؟ هتقول له اه ده كلام صحيح. بريمتيف جيم اوبجكت يعني كائنات ثلاثيه الابعاد او كائنات اوليه. ليه؟ لان الكيوب ده مثلا هو الوحده البنائيه بتاعه الحيطه، الكيوب ده هو الحجر اللي ببني او هو الطوبه اللي ببني بيها البيت مثلا، فهو كائن اولي جدا اهو زي ما انت شايف. طيب تعال نضيف كده كيوب ونشوف ان احنا اول لما هنضيفه لو كان واقف في المكان انا طبعا عشان لعبت في السين فهو ما نزلش في الاوريجينال بوزيشن بتاعه، او في تعالى كده نعمل له ريسيت من هنا، وايه بقى الكومبوننت اللي انا وقفت عملت عليه ريسيت ده؟ الاول خد بالك ادي الجيم اوبجكت ظهر لي الاول في الهيراركي، لما عملت اختيار للجيم اوبجكت ده ابتدى ينعكس على الانسبكتور ويبان كل الكومبوننتس اللي جوه الجيم اوبجكت ده. يبقى الجيم اوبجكت قلنا جواه مجموعه كبيره جدا من الخصائص، عشان كده هو مقسم مجموعه الخصائص دي، كل شويه خصائص ليهم علاقه ببعض حطهم جوه كومبوننت وحطه في تاب لوحده، وبتقدر تفتح تقفل وتفتح التاب من هنا. طيب تعالى نتكلم على الكومبوننت الاساسي اللي مشترك معايا في جميع الجيم اوبجكتس بتاعت يونيتي، واللي هو الترانسفورم كومبوننت. الترانسفورم كومبوننت ده قلنا بيتكلم على البوزيشن والروتيشن والسكيل. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لو عملت دبل كليك على الكيوب من هنا، او لو عملت سيلكت على الكيوب هنا ووقفت بالماوس على السين ودوست اف، هعمل زوم او هقدر اوصل للكيوب بالشكل ده. لو دوست على الرايت كليك واتحركت بتقدر تتحرك حوالين الجيم اوبجكت نفسه بالشكل ده،
طيب لو انا عايز دلوقتي اشد كل السين اجيبه يمين شوية، السكرول بتاعك اضغط عليه لتحت هتلاقي الايد دي طلعت لك، وبكده انت جبت الجيم اوبجكت قدامك. طيب لو عايز اغير البوزيشن بتاعه في الاكس، بص لو انا زودت هنا القيمة في الاكس ابتدى يزيد، طبعا انت مش شايف عشان الاكس شايف محور الاكس اهو، لو وقفت على خلينا نبين الالوان، طيب لو وقفت على الاكس وابتديت تتحرك في الاكس ابتديت تتحرك في الواي هتطلع لفوق وتنزل لتحت. انا ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بقف هنا لغاية ما الماوس بيبقى بالنسبة لي بالشكل ده، وببدأ اجي يمين وشمال او الزد لقدام والورا زي ما انت شايف. طبعا انت شايف التأثير بتاعه على الجيم ويندو اهو، لو اتحركت بالكاميرا على طول هتلاقي دبل كليك على الكاميرا كده شايف. طيب عايز تراجع كل حاجة للأوريجينال بوزيشن بتاعها، بتقف هنا بتعمل ريسيت، أنا واقف على الكيوب هنعمل ريسيت، لو عملت دبل كليك على الكيوب هتلاقيه طالع فوق الكاميرا بالظبط، لو طلعت بيه لقدام شوية أهو بيبدأ يبان معايا. طيب أنا عايز أعمل التفاف من هنا، تقدر تلف الجيم أوبجكت من خلال الكومبوننت نفسه إن أنت بتغير القيم اللي هو واخدها، أو تيجي هنا شايف في هنا باتنز متعددة اهو، ده بتاع اللي بيغير البوزيشن زي ما انت شايف كده اهو، لو بصيت على الكومبوننت اهو انا بتحرك في الاكس او بتحرك في الزد او في الواي. طيب هنا انا هغير الروتيشن، فلو وقفت على شايف الاحمر ده لو اتحركت كده في الاحمر تمام. طيب انا عايز اغير السكيل او اغير الحجم، ازود الحجم واصغر الحجم، بتقف هنا وتدوس ليفت كليك وتفضل دايس وتبدأ تزود الحجم بتاعه وتقلل الحجم بتاعه. يبقى كده احنا اتعرفنا على الترانسفورم كومبوننت واللي هيبقى مشترك معايا في كل الجيم اوبجكتس بتاعتي. بس في هنا سبيشال جيم اوبجكت بقى، زي مثلا الدايركشنال لايت السن، الشمس ما تقدرش تتحكم في مكانها، يعني مهما غيرت في مكانها ده مش هيفرق معاك حاجة، الشمس بتقدر تتحكم في الالتفاف بتاعها فقط يعني، ولا البوزيشن بروبرتي بتاعت الدايركشنال لايت ليها فايدة، ولا السكيل بروبرتي، لان انت مش تقدر تكبر الشمس وتصغر الشمس، هي الشمس واحدة، ولا بتقدر تتحكم في مكانها، ولا بتقدر تتحكم في السكيل بتاعها. بتقدر تتحكم في الروتيشن على اساس ايه؟ على اساس ان الروتيشن ده هو اللي بيمثل الشمس بتشرق ولا بتغرب والقصة دي. فانا لو عايز اغير الروتيشن بتاع الشمس اهو شايف، لازم اقف هنا، ولو بدأت اعدل في الروتيشن ده هتحس بالخيال والظل اهو بيختلف معايا زي ما يكون الشمس بتشرق وبتغرب.